السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من دردشة مع دكتورة رشا. النهاردة اخترت لكم موضوع تقريبا كل يوم للأسف بقينا بنشوفه في العيادة، وهو قصور الكلى بأنواعه طبعا المختلفة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة. للأسف طبعا أمراض الكلى دلوقتي بدأت تزيد جدا بسبب حاجات كتير احنا بنتعرض لها، التلوث اللي حوالينا وتبر، سواء في المية أو المواد الحافظة اللي بقت في الأكل كتير، بجانب طبعا زيادة الأمراض المزمنة، الضغط، السكر، وجود أمراض مناعية دلوقتي بدأ يتم اكتشافها بصورة متكررة، وتقريبا كل يوم في عياداتنا بنشوف حالة أو أكتر، غير زمان كانت الحالات دي مش كتير. هنبدأ الأول نتكلم إيه هو قصور الكلى. قصور الكلى عبارة عن إيه؟ إحنا الكلى بنشبهها بالظبط بالفلتر، إن هي كأنها هي عبارة عن فلتر بيبدأ يعدي عليه كل الحاجات اللي إحنا بناخدها على مدار اليوم، ويبدأ الدم يعدي على الكلى عشان يتنقى، وتبدأ إن هي تطلع منه السموم والأملاح اللي هي الزايدة في الجسم. فبالتالي لما يبدأ يحصل كسور، الحاجات دي هتبدأ تتراكم في جسمنا، وهتبدأ ان هي تسبب مجموعة من الأعراض هنتكلم عليها دلوقتي. كسور الكلى طبعا بسبب زيادته، برضو الـ WHO او منظمة الصحة العالمية عملت لنا برضو اليوم العالمي لأمراض الكلى، وهو يوم 14 مارس من كل سنة، يبدأ برضو يتم توعية الناس عن أمراض الكلى، إيه الأعراض اللي هي ممكن يشتكوا منها، إيه الحاجات اللي احنا نعملها كتحاليل أو تشيكب عشان نكتشف أمراض الكلى بدري، بتوعي الناس برضو إنها تتابع ضغطها، إنها تتابع سكرها كويس، ولو في حد عنده أي أمراض مزمنة لازم يتابع برضو وظائف الكلى باستمرار. هنبدأ نتكلم دلوقتي عن أنواع الكسور الكلوي. الكسور الكلوي عبارة عن حاجتين، كسور حاد في الكلى وكسور مزمن، واحنا بنحدد موضوع حاد أو مزمن على أساس حاجات كتير. أول حاجة بتبدأ بالمدة، يعني الكسور الحاد في الكلى ده إن هو يبدأ يبقى فيه كسور في الكلى مدته أقل من 3 شهور، وبإذن الله ممكن يحصل 100% ريكفري، ويبدأ يحصل تعافي بشكل تام من المرض اللي كان موجود في الكلى. وأوقات طبعا لو مدة المرض عدت أكتر من 3 شهور ممكن يقلب بكسور مزمن في الكلى. أما الكسور المزمن هو بتبقى المدة بتاعة المرض وتافر، اللي احنا هنتكلم عن الأسباب دلوقتي اللي هي بتسبب الكسور المزمن ده، إن المدة قعدت أكتر من 3 شهور، فبتبقى نسبة التعافي للأسف ممكن بتبقى قليلة، أو هتسبب كسور مزمن بمراحله المتعددة اللي احنا هنتكلم عليها كمان شوية. هنتكلم دلوقتي عن الأعراض بتاعة الكلى. للأسف برضو أعراض الكلى ممكن تبدأ، هي ليها وايد سبيكترم يعني مجال واسع قوي، ممكن تبدأ من أول إن ما يبقاش فيه أعراض خالص لغاية إن يبقى فيه أعراض جامدة جدا وتستدعي للأسف دخول عناية، وأوقات بتحتاج إن نتحط على جهاز تنفس صناعي بسبب الكسور الحاد اللي موجود في الكلى أو الكسور المزمن ده. أول وظيفة بتتأثر هي ان الكلى بتفقد ان هي تركز البول، فبيبقى اول شكوى للمريض ان هو يجي يقول ان هو بالليل بدأ يقوم يدخل التويلت مرات كتيرة، وكمية البول بتبقى كتيرة في كل مرة لان الكلى بتفقد ان هي تركز البول. تاني حاجة ممكن المريض يشتكي ان مجرد جاي هو العيادة دي شكوته الاساسية ان يبقى فيه رغاوي، او يجي يقول زي فيه صابون مدلوق على البول، وده بيبقى بسبب ان زي ما اتفقنا في الاول ان الكلى عبارة عن فلتر، الفلتر ده ليه فتحات، الفتحات دي تبدأ توسع مع مرور للأسف الوتافر سواء الضغط او السكر او اي مرض مناعي مؤثر على الكلى، فبتبدأ ان هي تعدي بروتين اللي هو ما يسمى بالزلال في البول. البروتين ده بقى ليه درجات، ممكن يبقى بدرجة بسيطة في الاول وبعد كده يبدأ يزيد، فعشان كده اول ما نكتشف ان في بروتين بينزل في البول لازم نبدأ اجراءات على طول ان احنا نعالج السبب اللي whatever، سواء هو ضغط او سكر او مرض مناعي او اي مرض تاني مؤثر على الكلى. تاني حاجة عندنا دلوقتي ادوية كتير جديدة جدا بتأثر برضو ان هي ان شاء الله بتقلل كمان ان الزلال ده ينزل، مش مجرد ان هي بتوقف البروجريشن بس، لا ده ممكن كمان يحصل ريكفري باذن الله والزلال ده يبطل ينزل خالص.
ممكن مريض الكلى يشتكي من ايه تاني؟ ممكن يشتكي ان هو عنده اضطرابات في النوم، وبيجي لنا فعلا حالات كل يوم في العيادة يجي يشتكي ان هو ما بقاش بيعرف ينام كويس، بقى عنده ارق. ممكن تأثر على الجهاز الهضمي ان هو يبقى عنده فقدان في الشهية، ممكن اوقات يبقى فيه ميل للقيء، او اوقات يبقى فيه التهابات شديدة في المعدة. واوقات برضو شكوى بنشوفها متكررة ان المريض يشتكي من زغطة، والزغطة دي تبقى مستمرة وما بتروحش خالص، ويبدأ ياخد أدوية كتير وما تأثرش عليها. فبرضو ده عرض مهم قوي ان ممكن يبقى فيه مشكلة في الكلى. واول ما اسمع من اي مريض في العيادة ان هو بيشتكي من الشكوى دي، اول تحليل لازم يتطلب مع تحليل طبعا تانية كتير هي وظائف الكلى. ممكن يشتكي من ايه تاني؟ انه ممكن يشتكي من ضيق في التنفس، بسبب ان برضو ان بسبب ان في سوائل بتتراكم في الجسم فتبدأ تأثر على التنفس، ممكن تعمل مية على الرئة، ممكن تأثر على ضربات القلب، وده بسبب اختلال نسبة الأملاح في الجسم، إن البوتاسيوم يبدأ يزيد، وده ممكن يأثر لي على ضربات القلب، وممكن يسبب في بعض الأوقات إن يبقى فيه مية حوالين في الغشاء اللي هو حوالين القلب. وممكن مريض الكلى برضو يشتكي إن في تغيير في كمية البول، زي ما قلنا في الأول إن أول وظيفة بتفقد هي تركيز البول. ممكن برضو إن زي ما يبقى فيه زيادة في كمية البول، ممكن يبقى فيه نقصان في كمية البول، أو المريض يجي يشتكي إن هو كمية البول بدأت تقل خالص، فأكيد هنفكر برضو إن في مشكلة في الكلى ونبدأ نكمل بقية فحوصاتنا عشان نكتشف إيه السبب. إيه الفحوصات اللي إحنا ممكن نعملها عشان نشخص مريض الكلى؟ أول حاجة هنتكلم عن التحاليل اللي إحنا ممكن نعملها. طبعا أهمها إن إحنا بنعمل وظائف كلى، بولينا، كرياتينين، يوريك أسيد. لو مريض سكر طبعا هعمله بانل كامل للسكر، سكر صايم وفاطر وتراكمي، ولازم يتعمل طبعا نسبة صوديوم وبوتاسيوم، نسبة الكالسيوم برضو مهمة، نسبة الفوسفور في الدم مهمة. برضو بنبدأ نعمل صورة دم كاملة عشان أوقات كتير القصور المزمن في الكلى بيؤدي إلى أنيميا. غير كده بنبدأ نعمل بون بروفايل اللي هو بنعمل باراسيرمون هرمون، عشان اختلال برضو الكلى بيأثر على إفراز الباراسيرمون هرمون، وبيأثر على الكالسيوم، ويبدأ يأثر على العظم ويسبب لي برضو آلام في العظم. فده برضو من التحليل المهم ان احنا نطلبها. طبعا تحليل بول كامل، بنعمل يورين قلبي من كريات ريشيو او اللي هو نسبة زلال في البول، بنحسب حاجة اسمها جي اف ار، ودي ليها حسابات كتير جدا، وعندنا دلوقتي كالكوليترز على الموبايل غير التحليل اللي بيتعمل في المعمل. ممكن وانا قاعدة في العيادة بحسب الجي اف ار او اللي هو معدل الارتشاح بتاع الكلى قد ايه. بعد كده بنبدأ ندخل على الأشعة اللي احنا ممكن نعملها. بنعمل موجات على البطن والحوض، ودي أهم حاجة عندي إن أنا أبص على حجم الكلى، هل حجم الكلى كبير ولا صغير، لأن أكيد كل ما كان حجم الكلى أقل من 12 سنتي يبقى كده معناه إن في كسور مزمن في الكلى. بنبدأ إن احنا نشوف حاجة اسمها كورتيكو ميدالري ديفرنشيشن، أو هو فرق ما بين الألوان بتاعة الكلى، الأنسجة بتاعة الكلى. كل ما هيبقى الكورتيكو ميدالري أو الفرق ما بين الكورتكس والمظلة اللي هو الطبقات بتاعة الكلى كلها بقت لون واحد، ده معناه إن كده في كسور مزمن في الكلى. بعد كده برضو عن طريق الأشعة ممكن إن أنا أعمل أشعة مقطعية، ممكن تبين لي إن في حصوات في الكلى ويبقى هو ده سبب الكسور. وأوقات ممكن نعملها بصبغة أو من غير صبغة حسب طبعا وظائف الكلى وقتها. بعد كده ممكن نلجأ لحاجة advanced أكتر أو حاجة أعلى، إن أنا أخد رينال بايوبسي اللي هو إن أنا باخد عينة من أنسجة الكلى، ودي طبعا بتبقى specific جدا لأن هي بتبدأ تشخص لي هتجيب لي نسيج الكلى إيه السبب اللي موجود، whatever سواء كان ضغط أو كان سكر مؤثر أو مرض مناعي، ودي هتبين لي تفاصيل أكتر. هنتكلم دلوقتي عن مراحل كسور الكلى المزمن. احنا بنقسم مراحل كسور الكلى الى 5 مراحل. ستيج 1 بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الرقم بتاع الجي اف ار بتاعي. ستيج 1 بتبقى اكتر من 90، ستيج 2 من 60 ل 90، ستيج 3 من 30 ل 60، ستيج 4 من 15 ل 30، وستيج 5 اقل من 15. المراحل دي اتعملت ليه؟ عشان طبعا كل ما احنا وصلنا لمرحلة متقدمة ده معناها ان الكسور اكيد اعلى.
وكل مرحلة بيبقى ليها الانستراكشنز او التعليمات اللي احنا بنديها للمريض بتاعنا. يعني ستيج 1 و 2 احنا كده لسه بنسميها ايرلي ستيجز، من ستيج 3 كده معناها ان احنا وصلنا لمرحلة جامدة في قصور الكلى، ولازم ابدأ احضر المريض بتاعي ان احنا لازم افهمه طبعا ازاي ياكل، واحنا هنتكلم على موضوع النيوتريشن او التغذية في مريض الكلى كمان شوية. غير كده ان احنا ممكن من ستيج 3 بحضره لو هو ممكن يحتاج غسيل، بنعمل عملية الشنط وقتها، او اللي هي عملية الشنط دي هي اللي احنا بنغسل منها بعد كده لو احتاجنا لغسيل. والستيج 4 و5 ده كده معناها ان احنا بدأ يبقى فيه تطور سريع في قصور الكلى، ولازم نبدأ ناخد اكشن سواء ان احنا هنغسل او هنتجه الى زراعة الكلى. احنا كل يوم طبعا في العيادة بنقابل مرضى كتير بيبقوا خايفين، وانس ان هو لقى وظائف الكلى عالية بيبقى خايف ان التدهور ده يحصل بسرعة، واول سؤال كلنا بنتسأله في عيادتنا طب انا كده هغسل يا دكتور وهغسل امتى؟ هو احنا دايما بنشبهها للمرضى بتوعنا ان القصور ده عامل بالظبط زي القطر. القطر ده ممكن يبقى توربيني ويمشي بسرعة جدا، وممكن يبقى قشاش وبيقف في كل محطة. ده ريليتد لايه؟ ريليتد لحاجات كتير، ان انا مظبط ضغطي، مظبط سكري، بتابع باستمرار، عرفت ان في كسور من النهارده هبدا ان انا ابدا اظبط الاكل بتاعي، ان انا اتابع التحاليل باستمرار، ان انا لو في زياده في الوزن هبدا ان انا انزل، لو في طبعا اي مرض مناعي هنبدا ان احنا نعمل كنترول، ان احنا بندي كورتيزون وفي بعض الادويه المناعيه، ولازم ان انا استمر عليها وما ينفعش ان انا انساها، لان ده برضو بنقابله كل يوم في العيادات للاسف كلنا، ان بيجي مثلا مريض الذئبه بيزهق فيقوم يوقف العلاج، هو ده اللي بيسبب ان القصور ده يتطور. فانا احب اطمنكم ان مش معنى ان في قصور ان ده هيحصل بعد شر التدهور سريع ولا حاجه. في ناس عندنا كتير بنقابلها في العيادات وكل يوم، وبنلاقي الكرياتينين ممكن يبقى ثابت على 2 أو 3 ويقعد بالسنين، فده بيتوقف على مدى استجابتنا ومدى المتابعه بتاعتنا وان احنا نلتزم بالعلاج بتاعنا. ومن الحاجات اللي لازم مريض الكلى ياخد باله منها الفاكهه المحظوره بالنسبه لنا اللي هي نسبه البوتاسيوم فيها عاليه، الموز، الجوافه، العنب، التين، لازم طبعا دي نقلل منها. وطبعا حسب كل مرحله من قصور الكلى ممكن نسمح ان هو هياكل، بس هتبقى كميات بسيطه جدا، وكل طبعا ما المرحله دي بتتطور بنقلل خالص او بنمنعها تماما. هنتكلم دلوقتي ازاي نحمي نفسنا من امراض الكلى. زي ما اتفقنا ان احنا طبعا اكتر اسباب لامراض الكلى هما الضغط والسكر، فطبعا لو انا مريض ضغط او مريض سكر لازم اتابع ضغطي باستمرار، لازم اتابع سكري باستمرار، واعمل طبعا وظائف الكلى على الاقل كل 3 شهور، لو الدنيا كويسه ممكن نبعد المده شويه ونخليها كل 6 شهور. التزم طبعا بعلاج الضغط بتاعي، بعلاج السكر بتاعي. تاني حاجة ان انا احافظ طبعا على شرب كميات وفيرة من المياه، الراوند زي ما اتفقنا من 2 لـ3 لتر. ان انا لازم اقلل البروتين بالذات مريض الكلى بتاعنا، اول نصيحة بنقولها له ان هو لازم يقلل البروتين بالذات اللحوم الحمراء، والافضل ان هو يمنع اللحوم الحمراء خالص ونخلينا في اللحوم البيضاء وتابر زي السمك، الفراخ، الارانب، وبتبقى مش يوميا، يعني كفايه ان هو ياخدها 3 مرات في الاسبوع وبكميات طبعا صغيره. بجانب ان انا لازم اقلل الملح في الاكل، ان الملح ده طبعا من الحاجات اللي هتعلي الضغط. تاني حاجه هتبدا ان هي تعمل لي اختزان ميه في الجسم، وده هيسبب تورم في الساقين، وبالذات مع قصور الكلى هيبقى بصورة أوضح. بجانب ان انا لازم امارس رياضة، وزي ما اتفقنا برضو مش لازم تبقى رياضة عنيفة، ممكن ان انا امشي 3 مرات في الاسبوع، مش لازم يوميا، لو قدرت اوصل لساعة هيبقى حلو جدا، بداية من اول 10 دقايق ونبدأ نزود بالتدريج، بس اهم حاجة ان احنا نواظب عليها. طبعا برضو لو انا بدخن لازم اوقف التدخين، لان التدخين لقوا برضو ان من الحاجات وبنشوفها في عينات الكلى اللي احنا بناخدها بيعمل ما يسمى بحاجة اسمها فوكال سيجمنتال جلوميريوسكليروزس، لان هو بيأثر على
الأوعية بتاعة الكلى زي ما بيأثر على الأوعية بتاعة الجسم كلها، بجانب طبعا لو في زيادة في الوزن لازم ان احنا نحاول نوصل للوزن المثالي، ولقوا حتى لو انا نزلت 10% من الاوفر ويت اللي عندي ده بيأثر ان هو بيظبط الضغط ويظبط السكر وهيظبط لي كمان كسور الكلى اللي موجود. هنبدأ نتكلم دلوقتي عن ايه العلاج بتاع امراض الكلى. طبعا زي ما احنا شفنا هو في اسباب كتير، فاكيد اول حاجة لو عندي اي سبب من الاسباب اللي انا قلتها لازم هناخد العلاج بتاعها. لو عندي ضغط هظبط ضغطي، عندي سكر هظبط السكر بتاعي، في اي امراض مناعية بندي كورتيزون وبندي بعض الادوية المناعية حسب طبعا كل حالة مريض اكيد بتبقى مختلفة عن التاني، بجانب ان انا لازم اعمل تشيك باستمرار زي ما اتفقنا على الاقل كل 3 شهور كل 6 شهور لو انا مريض ضغط او مريض سكر. ومن المواضيع المهمة اللي جالنا فيها برضو اسئلة كتير هي مرض تكيسات الكلى. احنا بنقسم اكياس الكلى اللي في جزء منها بيبقى وراثي اللي هو ما يسمى ببوليسيستيك كيدني ديسيز، وفي جزء تاني بيبقى فيه اكياس على الكلى بس بتبقى خارجيه مش بتاثر على وظايف الكلى، عشان ناس كتير مجرد ما بتلاقي كلمه ان في كيس على الكلى في السونار او في الموجات اللي بيعملوها بيجوا موضوضين ويفتكروا ان هو كده عندهم في مرض وراثي. فانا حابه اوضح لكم النهارده النقطه دي، ووضح لنا حاجة اسمها بوسنيا كلاسيفيكيشن. بوسنيا كلاسيفيكيشن دي بتقول لنا بتقسم أكياس الكلى دي لأنواع، فاحنا بنقسمها برضو المراحل stages 1 2 3 4 1 و2 بيبقى الاكياس دي بره الكلى وبتبقى بنسميها سامبل رينال سيست يعني كيس بسيط بالكلى، وده بيبقى نسبة التحور لأمراض السرطانية بتبقى زيرو. تاني حاجة ان انا حتى ما بطلبش من المريض ان هو يعمل فولو اب، مش محتاج حتى ان هو يتابع، لكن في حاجات تانية ممكن نتابع كل 3 شهور او 6 شهور، وده حسب شكل كيس الكلى اللي احنا بنشوفه في الأشعة. من ستيج 3 و4 ده بنبدأ ان احنا نقلق لان بيبقى نسبة التحور او ان هو يقلب لأمراض سرطانية بتبقى كبيرة. ستيج 3 بيبقى تقريبا نسبة التحور 50%، ستيج 4 بتبقى نسبة التحور لأمراض سرطانية بتبقى حوالي 80%، والمريض ده لازم أعمل كلوز فولو أب وأقول له إن هو على الأقل كل 3 شهور لازم يتابع، ولو لقيت أي تغيرات يبقى ساعتها لازم هيتحول لدكتور جراحة مسالك ويبدأ إن هو ياخد أكشن إن لازم أوقات ممكن نشيل كمان جزء من الكلى. اما بالنسبه للبوليسيستيك كيدني ديسيز او اللي هو التكيسات الوراثيه في الكلى، ده بيبقى مرض وراثي وزي ما اتفقنا ان هو من ضمن برضو الاسباب اللي بتعمل كسور في الكلى، لكن طبعا لو احنا اكتشفناه بدري وعالجناه صح باذن الله ما يحصلش منه مشاكل. وطبعا اول ما اشخص اي مريض في العيله عنده تكيس لازم اقول له يجيب كل افراد العيله يعملوا تشيك اب، يعمل سونار على الكلى عشان اطمن في اكياس ولا لا، وبنعمله طبعا تحاليل كامله عشان كل ما هنكتشفه بدري كل ما هيبقى الكنترول عليه افضل. بيبقى مريض تكيسات الكلى ممكن يشتكي من ايه؟ ممكن بيبقى معاه ارتفاع في ضغط الدم، ممكن اوقات بينزل دم في البول بسبب ان الاكياس دي بتفرقع وتنزل دم في البول، ممكن الكلى دي بتبقى عرضة اكتر ان يحصل فيها التهابات متكررة. عشان كده اي مريض عنده تكيسات كلى لازم طبعا يتابع على طول وظائف كلى، لازم يتابع ضغطه، لان برضو بيجي لنا كل يوم السؤال ده في العيادة، انا عندي تكيسات طب انا كده يعني في مرحلة خلاص هدخل على غسيل كلى؟ لا طبعا الكلام ده مش صح، طول ما انت مظبط ضغطك مظبط الملح في الاكل بتلعب رياضة بتوقف التدخين كل الحاجات دي بتخلي ان اللي هو الاكياس اللي في الكلى دي ما تتطورش ان هي تسبب لي كسور مزمن في الكلى. ودلوقتي زي ما عودناكم هنجاوب ان شاء الله على الاسئله اللي جت على الصفحه. اول سؤال من استاذ محمود عيسى، ممكن اعرف احجز ازاي؟ زي ما احنا متفقين هيطلع ان شاء الله الارقام على الشاشه ونقدر ان احنا نحجز منها. استاذ جميل سماره، عندي سكر وضغط وعندي كمان ارتفاع بنسبه الكرياتينين، تنصحيني اعمل ايه؟ الكرياتينين 3
زي ما احنا اتفقنا كده يا استاذ جميل في الحلقه النهارده، ان اي مريض سكر وضغط اول حاجه لازم حضرتك تكون بتاخد ادويتك تمام، عملنا تحاليلنا كلها، عملنا نسبه زلال في البول، ويا ريت حضرتك، انا رديت على الصفحه برضو على حضرتك، تبعت لي كل الحاجات اللي حضرتك بتاخدها، وانا ان شاء الله هراجع مع حضرتك الادويه كلها. كرياتينين 3 زي ما اتفقنا، موضوع القطر اللي احنا شبهناه ده، طول ما انت مظبط اكلك، بتاخد ادويتك تمام، بتلعب رياضة، محافظ على وزنك المثالي، ان شاء الله نفضل يعني بإذن الله. كمان في ادوية بتنزل دلوقتي كمان وظائف الكلى عن كده، وانا هراجع ادوية حضرتك كلها، ولو في حاجة نقدر نزودها هكتبها لحضرتك بإذن الله. أستاذة الأميرة، ممكن أعرف العنوان؟ إحنا اتفقنا إن شاء الله إن هينزل على الشاشة كل الأرقام والصفحة، إحنا ممكن نحجز منها. أستاذة بسمة فؤاد، بعد إذنك، عندي احتباس بالبول من 3 أيام، وأنا من المنيا ومش قادرة إيه، ممكن تفيديني؟ اهلا طبعا باهل المنيا كلهم، مفيش مشكله خالص يا استاذه بسمه. احنا بالنسبه لاحتباس البول، لازم طبعا حضرتك اول حاجه تروحي تعملي طبعا الترا ساوند، نعمل موجات على البطن والحوض عشان اطمن بس الاحتباس ده بسبب ايه. ممكن حضرتك عندك حشوه، ممكن في مشاكل في المثانه، ممكن التهابات شديده، فانا رديت على حضرتك وكتبت حضرتك ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها، وحضرتك ابعتها لي وانا ان شاء الله هشوف النتيجه وارد على حضرتك. استاذ ابو احمد الضماطي، السلام عليكم، انا عمري 53 سنه واعاني من قولون عصبي جديد، واخدت ادويه كتير ومنعوني من اكل كتير، وانا مش عارف اظبط القولون. احنا اتكلمنا برضو يا استاذ ابو احمد على موضوع القولون ده في حلقه قبل كده، حضرتك برضو ممكن تراجعها باذن الله، وانا برضو رديت حضرتك على الصفحه ان احنا في عندنا ادويه كتير جديده للقولون العصبي، وحضرتك بعت لي الادويه وانا رديت على حضرتك ايه الحاجات الجديده اللي احنا ممكن نستعملها، بجانب اهم حاجه زي ما اتفقنا قبل كده تظبيط الاكل هو اهم حاجه. يعني انا ممكن ادي علاج بس برضو ستيل بلخبط في الاكل، فاكيد هفضل اعاني من مشاكل في القولون. فطبعا زي ما اتفقنا ان احنا نقلل البصل، الثوم، الحاجات المقليه في الزيت، نحاول على قد ما نقدر ناكل طبعا اكل صحي. أستاذة روان جمال، لو عايزة أسأل عن نتيجة التحليل كويسة ولا لأ، حد ممكن يساعدني؟ أنا رديت على حضرتك على الصفحة، وزي ما اتفقنا نتيجة تحليل كرياتينين كويسة ولا لأ بتعتمد على كذا حاجة، وزي ما قلت حضرتك برضو قبل كده على الصفحة ان احنا ممكن حد كرياتينين واحد وممكن اغسله حسب حاجات كتير جدا، ممكن يكون ما بيجيبش بول كويس، ممكن في مية على الرئة، فساعتها هيبقى قرار مختلف خالص، وممكن يبقى كرياتينين 5 وما اغسلش، فده بيتوقف طبعا على بقية الأعراض اللي احنا بنلاقيها في المريض بتاعنا. أستاذة وحيدة، والدتي عندها كسور بالكلى وكان مطلوب تعمل أشعة مقطعية بالصبغة على القولون، هل في خطورة؟ طبعا ده سؤال مهم جدا يا استاذ وحيده، موضوع الصبغه. طبعا لو في كسور في الكلى، الصبغات طبعا اللي احنا بنديها في الاشعه دي بتاذي الكلى جدا، بس احنا دلوقتي عندنا طبعا في انواع جديده من الصبغات اثرها على الكلى بقى اقل، وفي عندنا حاجه اسمها مهران سكور. مهران سكور ده بنبدا ان احنا ندخل معلومات كده معينه على الكالكوليتر على الموبايل، سن المريض، اخر وظايف كلى كام، الوزن بتاعه كام، ونحسب الجي اف ار بتاعه، وابدا احسب كميه الصبغه اللي انا هديها واشوف تاثير الصبغه ده ايه. بيطلع لي رقم معين، كل طبعا ما الرقم ده زاد كل ما هتبقى نسبه ان الصبغه دي تاثر على الكلى اكتر. وانا بعت لحضرتك التحليل اللي انا محتاجاها عشان احسب لها المهران سكور، ومستنيه حضرتك تبعتها لي ان شاء الله. استاذ وليد ابراهيم، انا من ليبيا وعندي هيباتايتس سي، التهاب فيروسي كبدي سي، والبي سي ار بوزيتيف، هل في خطوره فيما بعد مع الزواج؟ طبعا لو البي سي ار بوزيتيف بتاع هيباتايتس سي، احنا طبعا كلنا عارفين ان هيباتايتس ده اللي هو الالتهاب الكبدي الوبائي، دلوقتي بعد الحملات الجديده اللي معموله بقى تقريبا كله بياخد علاج فيروس سي، فحضرتك ما تقلقش من القصه دي خالص. احنا ممكن طبعا دلوقتي انا طلبت من حضرتك تبعت لي بقيه التحاليل، بس ممكن طبعا نبدا البي سي ار لو معدي طبعا الرقم اللي هو بيبقى موجود في
التحليل بتاع حضرتك اللي هو القلب، ساعتها هنبدأ ان احنا نبتدي علاج، وان شاء الله طالما تعالجنا مش هيبقى فيه مشاكل ولا حاجة بعد مع الزواج، لان هو طبعا برضو بيتنقل، فعشان كده لازم ان احنا نتعالج الاول، وبعد كده بإذن الله بنعيد البي سي ار تاني، لو طلع ان هو سلبي مش هيبقى فيه مشكلة بإذن الله. استاذ محمود الكيلاني، انا من المنصورة، ما فيش فرع هنا، اهلا والله باهل المنصورة، وان شاء الله يعني لو في اي اسئلة احنا في انتظاركم، وربنا يسهل ممكن نفتح المنصورة ان شاء الله. استاذ سلوى محمد، انا عندي سكر وعملت قسطرة وركبت دعامات، هل في خطورة بأي علاج لحصوات الكلى مع القسطرة؟ هو بالنسبة للعلاج اللي حضرتك بعتهولي أنا رديت حضرتك لا مفيش أي تعارض، وبالنسبة للدعامات طالما اتركبت وإحنا بناخد الأدوية بتاعتنا أدوية السيولة مفيش مشكلة خالص، وعلاج الحصوات مفيش أي تعارض خالص مع الأدوية اللي حضرتك بعتهالي. ودلوقتي جاء للأسف ميعاد نهاية حلقتنا، في انتظاركم في حلقة جديدة وأسئلة جديدة مع دردشة مع دكتور رشا.